مش محتاجة إن مطلوب منك علشان يجيب لي وصفات الجودة التاني. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكل اللي عجباني. اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلك اقتصادية على قد اللي. اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلك اقتصادية على قد اللي، 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 على قد اللي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا على قد الإيد. النهاردة هنعمل مع بعض أكلات إن شاء الله هتكون على قد إيدينا. النهاردة هنعمل مع بعض رول الطرب. الطرب هتقولي غالي، بس في ناس كتير بتبدأ مش عارفة إيه بالرول بالمنديل بتاعها. النهاردة هنعمل لها حاجة حلوة جدا مش هشحته لحد تاني، هتعملها بيه إن شاء الله على خير. وبعدين برضو سعره مش عالي قوي. فإحنا عندنا هنا منديل، نجيب منديل خروف المنظر ده كده، منديل كله حاضر هنعمل بإيه دلوقتي. وعندنا لحمة مفرومة، بيض مسلوق، بقسماط ناعم، بصل، ثوم، بضايا نية، وبقدونس، وكمان بهارات. وطبعا انا بحط البهارات دي جنب البهارات دي اللي هي جوزة الطيب، احط ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل الطبيعي بتاعنا جدا لأي كفتة بنعملها. فاحنا هعمله رول، مش عارفين دايما الطرب نعمله صوابع ونشويه ومش عارفه ايه. المره دي لا، طريقه جديده جدا وان شاء الله تعجبك وسهله قوي وتنفع مع الايام اللي احنا فيها دي المستعجلين وعايزين نعمل اي حاجه بسرعه. فدلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب اللحمه المفرومه، نجيب لها كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب لها مفرومه عاديه بتاعتنا خالص كده ساده، لحمه المفرومه. وزي ما اتفقنا انا بحب احط لها بهارات كتير عشان تبقى ايه ريحتها حلوه، ما فيهاش ريحه اي زفاره او اي حاجه مش حلوه. سنه جوزة الطيب وملح وفلفل، ملح بتاعها كده حوالي نص معلقه لنص كيلو، وفلفل اسود. نبهر اللحمه المفرومه محتاجه بهارات كتير جدا. ونحط هنا ايه ديت قرفه، ماشي، وكمان جنزبيل، جنزبيل اهو، جنزبيل، ماشي. دي كده البهارات بتاعتنا. هنيجي نحط لها ايه بقى؟ ادي كده ندخل بس البهارات مع اللحمه كده شويه. البصلايه الناعمه مبشوره ناعم خالص، المقادير تاني مع بعض، نص كيلو اللحمه معاه البهارات بتاعتنا، معاه بصلايه ناعمه، معاه ثوم مفروم حوالي معلقه صغننه، هنا بقسماط ناعم حوالي كوبايه مش كبيره، كوبايه الشاي الصغننه دي اللي هي بتاعت مش اللي هي حوالي عارف المج نص بالظبط، كوبايه الشاي الصغننه العاديه بتاعت الارياف. هنا بقدونس حلوه كده حزمه بحالها، هعمل كله وبعد كده اعجن كله مع بعضه. طبعا عندي بيض المسلوق هنا كده، اجيب بضايه اهي، دي بقى ايه اللي هتربط كل الحاجات دي مع بعض، ماشي. نيجي بقى نعجن كل ده كده حلو جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده حاجه دي شبه الكفته. انت بقى ما عندكيش منديل، ممكن تعملي ايه؟ ممكن تعملي من غير منديل، بس طبعا هي الفكره عندنا هنا في المنديل ان هيخليها شكلها حلو جدا. بس عايز تعملي نوع من الكفته دي من انواع الكفته حلوه جدا جدا، نفس المقادير اللي تعمليها وصبعيها وحطيها في الفرن، هي دي كفته عاديه خالص كده. نقلب كويس حلو قوي، خلاص بصوا بقت عجينه ازاي بالمنظر ده كده. نبدا بقى نعمل ايه عندنا، اوريكي دلوقتي المنديل. طبعا بنسلق البيض، بس ليه حلو جدا ما تقلقيش مش هيحصل له اي حاجه جوه الفرن. نسلق البيض حلوه، معانا فاطمه الفائزه بالعمره، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا يا الف مبروك.
الله يبارك فيك، شكرا. ألف شكر والله. الله يخليك وتروحي ترجعي بالسلامة يا رب. الله يخليك، شكرا. شكرا ليك، شكرا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك، وعقبال الحج كده إن شاء الله. الجمال إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله على خير. شكرا، كل سنة وحضرتك طيبة. الله يخليك، طيبة. شكرا ليك. ما شاء الله، عقبال زغرت الرجوع بقى إن شاء الله على خير. وأنت راجعة بالسلامة كده إن شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. خلاص يلا، عقبال كل كده اللي ما راحش إن شاء الله يروح على خير بالسلامة. وعمره وحج كمان ان شاء الله. اهو بصوا كده، بصوا بقت عجينه ازاي. اجي بقى اجيب الطرب بتاعي، شكرا ليكي، شكرا شكرا. بص كده، ادي الطرب اهو، منديل المنظر ده كده اهو، بصوا كده شايف شكله ايه اهو. ده منديل الخروف، هو ده اللي اسمه منديل. بنعمل فيه ايه بقى؟ معانا نهى، اهلا وسهلا. اهلا بيكي مدام نجلاء. ايوه ازيك يا مدام نهى، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني وحشاني وحشاني. ربنا يخليك، ازاي صحتك؟ سعيده لما بسمع صوتك. متشكره جدا، ربنا يخليك. انا بكلمك. ربنا يديك الصحه يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه. حبيبتي اطلب منك طلب يا مدام نجلاء. اموري عينيا. ربنا يسعدك في ولادك، عايزه التليفون بتاعك. عينيا حاضر، كنت رايح اديهولك. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبه. بص بقى ادي كده، بص اهو كده، هنمسك حبه ملح بقى كده نملحه كده، وحبه فلفل اسود، وقلب ده كله مع بعضه كده. امل طبعا بتغسليه حلو قوي الاول بميه وخل، وبعدين تنزلي عليه بالملح والفلفل. ده مغسول ومتنشف كويس، بتسيبيه يعني يتصفى بس، وبعدين نديله ملح وفلفل كده. هنيجي هنا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه قدامنا كده. ده بقى يعني حاجه دسمه شويه، دسمه شويتين ثلاثه، مش شويه بس، دسمه كتير. انزل ده كده، بصي كده اهو. نبدا بقى نعملها عينينا، كله هيستوي، كله هيفطر ان شاء الله. بس حاجه تقيله دي على فكره جدا، تقيل. بس حلو يعني، كل واحد يحط حته صغننه ان شاء الله. عندنا المخرجين وكله هيفطروا هنا معانا النهارده، المصورين وكله ان شاء الله هيقضي الكل على فكره بقى، يعني ما شاء الله في البركه جامد جدا. احط كده البيض، ماشي، ممكن اديله كمان حب ملح كده، على حبة فلفل، ماشي. بصوا بقى بنعملها ازاي، بصوا الطريقة دي. هجيب كده احط، بصوا هنا هلف ده كده جوه كده اهي، هجيب المنديشة كده بقى. هي دسمة، هي دسمة، بس يعني الحتة منها محدش يقدر يكملها. لفيت المنديل كده وكده، ابدأ الفه كده كده. حبة تقطعي الزيادة دي، حباها مش حباها خلاص سيبها زي ما هي كده. لو حبة تقطعي حبة الحتة التخينة دي ممكن جدا. بس كده معانا رحمة، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. الحمد لله، كل سنة وانت طيبة يا رحمة. المكرونة المبكبكة. المبكبكة، حاضر، دي طريقة ليبية دي على فكرة. حاضر يا حبيبتي، حاضر. انا بحبك قوي يا سيده نجلاء. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. الله يخليك. اهو بص المنظر بقى شكله ايه، بقى شبه عرق اللحمه كده، حاجه فخيمه جدا، وعلى فكره ارخص كتير من عرق اللحمه، يعني مش هيكلفك زيه، بس شيك جدا وحلو قوي، بس هو دسم. شوف احنا لفينا جوه مع البيض كميه من الدهون جواه، فطبعا كل ده هيسيح مع بعضه، بس هو حاجه حلوه جدا. ويتحط في الفرن على 200 درجه، ده بياخد حوالي ساعه ساعه ونص في الفرن كده. بس كده اغسل ايدي بس كده واحطه في الفرن اهو كده. هنعمل جنبه بقى ايه النهارده كمان؟ اقول لكم بس سؤال امبارح،
حشرة أوحى الله لها أن تتخذ من الجبال بيوتا، هي إيه؟ النحل. تمام؟ تمام إن شاء الله. أحط في الفرن بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهطلع في فاصل صغير ونرجع على طول إن شاء الله فاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل وهنعمل دلوقتي عيش، هنعمل عيش بلدي بالدقيق البلدي. طب في ناس تقول لي انا بلاش الدقيق البلدي، هنعمل ايه؟ هنعمل دقيق ابيض وعليه رده، يعني تجيبي رده العاديه اللي بنستعملها، الرده الناعمه دي، وهتجيبي عليها ايه؟ الدقيق الابيض العادي. لقيت الدقيق البلدي خير وبركه، ما لقيتيهوش هتجيبي الدقيق الابيض بتاع الخبز وعليه حبه رده، يعني حوالي مثلا لو عملتي كوبايه ونص من الدقيق عليه نص كوبايه رده. ده بيساعد الدقيق بقى ان هو يفك ويبدا يفرد معانا براحته، لان خلناه منه ورجعناه له تاني. فاحنا عندنا هنا كوبايتين من الدقيق البلدي وزيت، وعندنا معلقه مليانه شويه من الخميره الفوريه، وطبعا رشه ملح وميه للعجن. بس كده العيش بتاعنا النهارده، عيش بلدي او عيش بالرده. لو قلنا مفيش رده والاغلب مش هيلاقي العيش الدقيق البلدي، هنجيب كوبايه ونص من الدقيق الابيض عليه نص كوبايه رده. يعني هنحط كده كوبايتين الدقيق، رشه ملح، معلقه خميره، نجيب معلقه نقلب بيها ده كله مع بعضه كده، الخميره مع رشه الملح مع الدقيق. بص الرده واضحه ازاي، انا كمان ما لقيتش الدقيق بلدي فحطيت رده، رده الناعمه بتاعتنا. عايزه ميه، ميه للعجن. نجيب في ايه ميه؟ ممكن نجيب هنا ميه. الميه للعجن مش لبن، مش هينفع لبن، هي لازم ميه. ميه مع حبه زيت صغيرين. معانا مريم، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. انت عامله؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا جدا. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. كنت عايزه اطلب من حضرتك حاجه. اموري. طريقه الكوكيز. الكوكيز حاضر اللي احنا عملناه؟ اه. حاضر يا حبيبتي، هنزلك مقاديره على الشاشه واكتبيها او صوريها. اتفقنا؟ ماشي. كل سنه وانت طيبه. انت حضرتك طيبه. حطينا حبه زيت، يعني على الكوبايتين حوالي ربع كوبايه من الزيت، وابدا ازود ميه واعجن ميه شويه شويه كده جنبي. كده انا عايزه عجينه ايه؟ متماسكه، ماسكه نفسها يعني كده، لان انا هعملها ايه؟ عايزه اتملك فيها بقى، مش زي الناس اللي بيعرفوا بيبقى العجينه طريقه جدا في ايدهم بيعرفوا يتصرفوا. لا احنا يا دوبك يلا 1 2 ايه كي جي 1 عيش. يعني لازم نبقى العيش بتاعنا ماسك نفسه حلو قوي. فبصي كده كده، ايوه هي دي، بس كده. بصوا كده بالطريقه دي كده اهو. بص التلزيق ده مش هينفع معايا، لازم ليه بقى؟ يعني دوت عايز ناس حرفيه، مش لسه هو زينا يعني، عشان بيلزق. حبه دي كده صغننين نقدر نفرد ونايه ونشتغل فيها من غير ما تملى لنا الدنيا تلزيق كده كده. ما عندنا اهو طريقه الكوكيز يا جماعه، المقادير موجوده، مقادير الكوكيز اللي عايز يصورها. وزي ما اتفقنا بنعمله ازاي بالطريقه الدسمه، يعني بنعمل ايه؟ بنحط السمنه الزبده نضربها الاول مع بعض مع نفسها كويس، وبعدين نضيف لها السكر، وبعدين نضيف لها البيض، وفي الاخر الدقيق. اهي بصوا كده، كده العجينه حلوه جدا. اسيبها بقى ايه؟ تخمر. احطها اغطيها واسيبها تخمر بقى بالطريقه دي. ماشي، اوريكي بقى اللي خمرانه من شويتين
عشان طبعا دي بتاخد لها حوالي بتاع ساعة على ما تخمر وتطلع معاكي حلوة ان شاء الله. يعني دي بقى احنا هنعملها على الطاسة. لو انت عندك الفرن بتاعك ممكن يبقى حامي، ممكن نتصرف فيها فرن على ارضية الفرن على طول. انا عايزة دي تاني دلوقتي ارضية الفرن بتحطي عليها لو هو يعني تسخنيه قوي وتحطي عليها ديت حلوة جدا. بصي بقى العجينة بتاعتنا دي، بسم الله الرحمن الرحيم. واجيب طاسة 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 ايه، ممكن نجرب الطاسة دي كده بقى. احنا لازم الطاسة دي بقى لازم انت تجربي فيها، لان انت لازم تظبطي النار وتظبطي الطاسة تبقى الحاجة عندك وبعد كده تحفظيها بقى. يعني انت على العيش ده بالنسبة للعيش ان هو عشان ينفش هتجربي كذا تجربة، ما تتضايقيش وهتقولي لا ده النهارده ما نفش معايا فمش هينفع، لا جربي تاني، غيري غيري درجة حرارة النار، غيري الطاسة نفسها كده. يعني بالتغيير بتاعك بقى ده هو ده اللي هيظبط لك معاك وخلاص تمشي على كده بقى على طول. احنا كده اهي مش حبة دقيق معانا ابتسام، اهلا وسهلا. بصوا نعمل كده، مش ابتسام كلمينا تاني ابتسام معلش. نعمل بقى ايه دواير دواير كده ونحط هنا. ده العيش البدري اللي احنا عملناه من كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية ردة. لو انت عندك دقيق بلدي يبقى حلو جدا، اعملي بالدقيق بلدي على طول كوبايتين من الدقيق البلدي، معلقتين زيت، معلقة خميرة مليانة كده، ومية للعجن. ده عيش بلدي، احنا النهاردة عندنا طرب بلدي، عندنا كمان يبقى الايه يبقى العيش بلدي، لازم كله يبقى لايق على بعضه كده زي البقره كده. بص انا برص ازاي، برص بالترتيب عشان لما اجي اسحب وابدا افرد بالترتيب برضو كده. ادي معانا خلاص، حابه تصغري عن كده حابه تكبري زي ما انت عايزه الطريقة دي كده. بصي بقى بنعمل ايه، نجيب اول واحدة انا خدتها وابدأ حبة دقيق كده، نجيب النشابة ونفرد طول وعرض. يعني ايه طول وعرض؟ عشان اخليها مدورة. مرة بالطول كده واروح سحبها كده وعاملها كده وافرد فيها بالطريقه دي كده اهو، مره كده ومره كده هتلاقيها ايه دورت معاكي كده. اسحبها على هنا اجيب واحده تانيه كده. معانا عواطف، اهلا وسهلا، ازيك يا مدام عواطف؟ الله يسلمك يا مدام. ايوه معاكي، ازي صحتك؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانا بصراحه يعني انا بعتز بالحاجات اللي انت بتعمليها وبعتز بيكي واولادي كمان بيحبوك. ربنا يخليك يا رب ويخليهم لك ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب. بنتي كده على فكره بتسبيني دايما، انا كنت بطلع اتكلم كتير وبقول في الحقيقه اه. بنتك الكبيرة بتنفذ يعني ولا بتعمل ايه؟ بتنفذ؟ لا هي دايما احسك مقطع قوي على فكرة، مفيش شبكة ولا ايه؟ شكرا لك جدا جدا، ربنا يخليهم لك وان شاء الله تفرحي بيهم عن قريب. ان شاء الله. ادي كده بصوا اضطروا بالعرض كده ماشي. نجيب اول واحده تاني كده، تفردي كله بالمنظر ده وتجيبي اول واحده استعملتيها. اعيد عليها بس تاني كده عشان عايزاها ايه تبقى رفيعه شويه، عايزه تكبريها عن كده ممكن، بس نجرب بس نشوف بقى ايه اخبار النار ايه معانا. ان شاء الله كويسه. انا عايزه اعمل لكم كمان حاجه، اعمل لكم سلطه، سلطه بتنجان.
سلطه البتنجان دي انا جايبها لكم عشان الاقيها بقى ايه كل بلدي في بلدي، سلطه البتنجان مع عيش بلدي مع طرب بلدي، يعني كل يوم كده ان شاء الله حلو جدا. احسن حاجه البلدي طبعا. فانا عندنا هنا عندي بتنجان وعندي فلفل الوان او فلفل اخضر زي ما انت عايزه، وعندي هنا بقدونس وكمان توم وفلفل حامي وليمون وخل وكمون. ماشي، طبعا هعيد لك كل المقادير واشغلها تاني، بس انا بقول لك الحاجات الموجوده عندنا اهو. بص العيش كده اللي هو اول ما يشم علب الناحيه الثانيه على طول اهو، بص كده. ودلوقتي هسيبك فاصل صغير ونرجع على طول، فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل ولسه بعمل في العيش. انا شلته على النار شويه عشان اكمله قدامكم اهو بالطريقه دي كده، تسخن حبه واحط بقيه العيش. بس دلوقتي اكمل معاكم بسرعه الايه السلطه معانا. بص زي ما قلنا البتنجان ده يا مسلوق يا مشوي، بس الافضل بيكون مشوي. ماشي، حطيه على النار وتقلبيه خلاص هو اتشوى. هنجيب كده شوكه، الشوكه مش مهم حاجه كهرباء خالص عشان ايه بتبقى الطف كتير جدا. فهنا عندنا هنا شوكه بتنجان كده، بص شاويينه على النار وبعدين تقشريه يبقى المنظر ده كده، حتى ريحه الشوي بتبقى حلوه جدا. نهرسه مع بعض كده، ماشي. هرسنا البتنجان، هجيب بقى بص هنا اجيب طاسه زي كده حط فيها فلفل، فلفل الوان مش ممكن ده يبقى كتير، في حبه صفر دول، حبه خضر، ماشي، حبه فلفل حامي، وحبه زيت، واجري بيهم على النار حوالي معلقتين ثلاثه من الزيت، ونضربهم على النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط دول على النار اديهم تشويحه. السلطه بتاعت النهارده دي حلوه جدا، سوى الفلفل ده مع البتنجان المشوي بيديها ريحه حلوه جدا. وابدا احط عيش تاني، احط كده العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلص فيه واحنا بنشتغل، يعني العيش مش هيعطلك ولا حاجه، العيش شغال وانت شغاله. ادي كده الفلفل الالوان مع الفلفل الحامي، وممكن فلفل اخضر بس برضه حلوه جدا، بس احنا يعني بنزود القيمه الغذائيه بالالوان دي، بس مش مشكله الاخضر برضه حلو قوي قوي كده. عندنا بقدونس، واجيب ملح وايه ملح وفلفل وكمون، ماشي. ادي الكمون بتاعنا معانا. مين؟ ام اشرف. ازيك يا ام اشرف؟ ازاي حضرتك؟ ازيك انت عامله ايه؟ اجمل نجلاء في الدنيا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويديك الصحه. انا بحبك جدا. شكرا شكرا جدا ليكي. انا ست كبيره. يا اهلا بيكي. ما بقدرش حتى. ربنا يديك الصحه يا رب. بقعد اتفرج عليكي وعلى ذوقك وعلى كل حاجه. ربنا يخليكي ويديك الصحه. انا حضرتك حاجه. اموري. اي حد من الشيفات بيعمل بسرعه ما بنعرفش نكتب وراه، انا كبيره بس بكتب وبعمل الاكل لوحدي. ربنا يديك الصحه يا رب. بحب عشان بتعيديه تاني يعني بعرف انقله. الحمد لله. الله يخليك يا رب. ربنا يديك الصحه يا رب. ليك اي اوامر؟ وكل سنه وانت طيبه. الله. انا حبيت اكلمك بس واشكرك يعني على انك بتعيدي الحاجه للناس الكبيره اللي ما بتعرفش تلحق تكتب. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. ربنا يخليك. اكتب والله. ربنا يديك الصحه. حاضر من عينيا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب ويسترها معاك يا رب. الله يكرمك، متشكره جدا، ربنا يخليك. اهو كده بصوا هيبدا ايه يسخن معانا اهو، يا دوبك يخش على تتبيله وهنزل عليه ايه الملح الليمون والخل. ماشي، معانا نجلاء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا مدام؟ انا برضو اسمي مدام نجلاء برضو. بصره. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ طيبه. وانت طيبه الله يخليكي. انت عامله ايه؟
الحمد لله. هو عمال يقول لي نجلاء نجلاء، فاكره بيكلمني مش فاكر فعلا التاني بيكلمني. لا لا احنا بنقول برضو. خير يا اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وانت طيبه ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا حابه اشكرك على ذوقك ورقتك وبساطتك في الكلام. ربنا يكرمك يا رب. حلو. شكرا ليكي. ما لكيش اي سؤال النهارده؟ لا انت مش مخلينا والله محتاجين اسئله، انت بتطبخوا وبتدوبوا في نفس الوقت على الاسئله. ربنا يخليك يا رب. شكرا لك جدا يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه يا رب وكل اللي في الاستوديو طيبين يا رب. احنا وانتوا يا رب ان شاء الله. شكرا لك جدا. شكرا، كل سنه وانتوا طيبين. اهو بصوا هيبدا بقى ايه يدبل شويه، بس سنه صغننه عايزه تدبل. انا حطيت كده ايه، حطيت هنا فلفل الوان او فلفل اخضر، حطيت فلفل حامي وحبه زيت وملح وفلفل وكمون، بس ملح وفلفل وكمون. اجيبهم بقى كده بعيد عني خلاص. هجيب بقى بتنجان اهو، ادي ادي سنه الثوم وخل وليمون، ده اللي فاضل لي. ماشي، سنه الثوم دي هاخد هنا سنه نيه، يعني حوالي 5 فصوص ثوم، احط نصهم نيين على البتنجان والنص الثاني هحطه على الايه، على الفلفل. ماشي، ادي كده اقلب بقى ايه هنا التومه النيه اللي حطيتها على البتنجان المشوي كده، وادي هنا اقلب التوميه الثانيه مع الفلفل. ده بلان حبه صغيرين جدا جدا. بص رغيف بقى منظره ايه، الحمد لله اب المره دي. شوفوا على فكره انا عملت قبل الهوا في طاسه غير دي، عشان كده بدلت الطاسه وبدلت درجه الحراره وغيري كذا تغيير، هتلاقي ان شاء الله حاجه واحده هتنجح معاكي ظبطي عليها العيش بقى، عشان العيش عندنا بتلكك بصراحه. فالطاسه اللي قبل دي اللي استعملتها ما كانتش قوي برده، فظن ان شاء الله الطاسه دي ربنا يكون فصلتها بقى ان شاء الله. معانا سلمى، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك يا سلمى؟ الحمد لله كويسه. ايه عندك سؤال النهارده؟ عندي سؤال، هو انا عاوز اعرف مقادير الكحك. الكحك، حاضر حبيبتي اقول لك مقادير الكحك. نزلوا لنا مقادير الكحك ولا اقولها؟ قولوا اي حاجه. بصوا كده اوسع، انزل خل وانزل عصير ليمون وقلب ده كله على بعضه. بص كده على الطرب بتاعنا، اه شغال مية مية. طبعا بياخد سوى شوية عشان ده عليه غلاف من الدهن، فما تقلقيش لو اتحمر قوي. لا هو بيتحمر قوي مفيش مشكلة فيه خالص، لازم يتحمر قوي. امسك بقى دي كده وروح راحة بيها. خلاص دي غليت غلوتين، انزل بيه على الايه، على البتنجان المشوي اللي حطيت له تومه نيه، واقلب معاه بقى كل اللي استوى ده. ماشي ادي كده اهو سلطه البتنجان. معانا مقادير الكحك على الشاشه اهي، طبعا بنعملها بالطريقه ايه، طريقتنا القديمه عادي خالص، الدقيق وبنحط له الخميره وكل المواد الجافه معاه، وبعدين نعمل له حفره وننزل فيها السمنه ونقلبه معاه كويس جدا، وبعدين نحط بعد كده الايه الميه. لازم تحطي ميه او لبن، لازم لازم لازم. وعلى فكره هو كيلو الدقيق مش بياخد ربع كوبايه ميه، لا بياخد كوبايه ميه لازم، المقدار على الشاشه ده لا، كيلو الدقيق بياخد كوبايه ميه. لو حطيتش الربع بس هتحسي ان هو هيفرول منك، هيبقى ناعم جدا جدا يعني مش هيتشال من من الطبق بتاعك. خلاص فهنا نجيب كده طبق نحط فيه سلطه البتنجان بتاعتنا اللي ان شاء الله تعجبكم قوي. كده اه كده، ادي سلطه البتنجان بالطريقه دي. نبدا بقى نعمل مع بعض ايه الطرد، احط عليها حبه بقدونس كده، حواليها كده. طبعا حلو جدا البقدونس في الاكل كمان.
بس كده خلاص. هنيجي بقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل طرت النهارده حلو جدا. الطرت ده ممكن ينفع ايه؟ نشيل بقى دي خلاص، اطفي الحاجات دي. الطرت ده عارفه اللي ما عملش كحك وبسكوت وما عملش اي حاجه ممكن يعمل الطرت ده، لان هو سهل قوي قوي، بديل البسكوت وبديل اي حاجه حلوه. يعني اللي مكسل يعمل اي حاجه حلوه مش هتاخد منه ثواني، يعني هيعمل طبق الطرت ده في حاجه قليله قوي، وهي حاجه انا قصدت ان انا اعمله بالظبط عشان كده، عشان اللي مكسل يعمل الطرت ده، لانه سهل وبسيط والحشوه جواها وكل حاجه، وتقطعيها قد البسكوت اللي انت عايزاها خلاص، انت كده عملتي حاجه حلوه جدا جدا ان شاء الله. فمقاديرنا هنا ايه؟ عندنا 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه سكر بودره، كوبايه زبده، 3 بيضات، معلقه او باكو بيكنج باودر بحاله، معلقه مليانه يا معلقه كبيره يا اما الباكو كله، اتنين باكو فانيليا، بشر برتقان، وكمان مربى. الطريقه دي هعملها سهله جدا، حاجه بقول لك كده بدل البسكوت بدل البتشوفور بدل اي حاجه، للي مكسل خالص ما عندوش وقت يعمل الطرت ده، وان شاء الله يطلع معايا ناجح جدا، وهنعمله مع بعض بس بعد الفاصل. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنكمل مع بعض بسرعه كده الطرت بتاعنا، ان شاء الله سهل جدا، عشان كده انا بقول لك انا خليته اخر حاجه عشان تعرف ان الوقت قليل قوي، ومحدش يكسر يعمل حاجه حلوه للعيد. هتعمليها ان شاء الله بمنتهى السهوله، ولا هتحشي وهتعملي كله مره واحده. هناخد هنا كوبايه من الزبده، نقول تاني اهو وانا شغاله هنقول كذا مره ان شاء الله. ادي كوبايه الزبده. كوباية زبدة عليها ايه؟ كوباية سكر بودرة، دي هتعملك صينية حلوة جدا. ممكن مثلا لو انت الناس اكتر ممكن تعملي صينيتين، تضاعف الكمية تعملي صينيتين، يبقى كده عملت حاجات العيد حلوة قوي، وتفرقي كمان منها للجيران. اهي كده نبدأ ايه؟ كوباية الزبدة، كوباية السكر البودرة، كده كوباية الزبدة، كوباية السكر البودرة، 3 بيض، تاني كوباية السكر، كوباية الزبدة، 3 بيض، بشر برتقان حوالي معلقة صغننة، مش عايزة بشر برتقان مش مشكلة، ممكن فانيليا كفاية جدا، أنا بحط 2، انت ممكن لو مش عايزه برتقان مش مشكله خالص. نضرب ده كله مع بعضه. بصوا بقى ايه، بعمل لكم حاجه حلوه، سباق مع الزمن، يعني حاجة حلوة في منتهى السهولة والسرعة. سباق مع الزمن، حلوة والله يا نور. بطلع أغنية ولا فيلم. حطينا هنا إيه؟ كوباية زبدة، كوباية سكر بودرة، ضربناهم مع بعض، وبعدين 3 بيضات مع إيه؟ بشر البرتقانة والفانيليا، وهنزل عليهم بالتلات كوبايات دقيق. باكو بيكنج باودر. رشة ملح. ونقلب. كده ادي كده ايه هيتكون لي بقى العجين، انا مش محتاج حاجه تانية خالص، هي كده العجينه خلاص. عشان كده بقول لك يا شباب البتشوفور والبسكوت يعني واخده من كله، لازم ايدي عشان ابدا ان انا ايه دفع ايدي يخش جوه الزبده كمان، يعني اللي احنا بنعمله بايدينا ده في سخونيه في الايد، في دفى في الايد، بيسيح مع وانت بتعملي كده بيخش جوه الزبده ويبدا يسيحها شويه ويخلط المقادير كمان مع بعض اكتر.
هو ده النفس اللي بيقولوا عليه بقى. بصوا كده بصوا اختار ادي العجينه بتاعتنا جامده جدا ان شاء الله. اهي كده ممتازه عليا غدا التلي ممتازه. بص جيت طبق طرخ بسرعه كده وننزل ايه بصوا كده نفرد هي كلها العجينه كده فرد. بصوا بتعملها ايه صور شويه صغننين كده صور شويه صغيره اهو كده في السريع في السريع كده اهو. بصوا كده ننزل بقى المربى نجيب معلقه المربى اي نوع مربى عندك مشمش تين فراوله اي حاجه قلبيها حلوه قوي كده وننزل بيها هنا مش كميه كبيره احنا عايزين نغطي بيها بس كده الايه الارضيه تدي لمعه وتدي شكل كده كانك حشياها وبعدين تقطعيها بعد كده مكعبات صغننه زي شبه البسكوت بالظبط. اهلا معانا ام حسين. ايوه عايزه اعرف طريقه الغريبه لو سمحت. حاضر عينيا حاضر يا ام حسين ازيك كل سنه وانت طيبه يا ام حسين. ازيك انت عامله ايه؟ ماشي ازيك حضرتك؟ طريقه الغريبه حاضر وانزلك على الشاشه الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. شكرا ليكي جدا. بصوا بقى السهوليه بقى شفتوا بقى خلصت خلاص الطرت كده نجيب بقى العجينه الرفناعه دي الثانيه بقى اللي عملت ثلاث ارباع هنا واجيب الايه الربع اللي فاضل واذوق بيه كده. على فكره انا طلعت الطرب ورايا رول الطرب طلعته بتسيبيه يهدى خالص وانت قطعيه اهي كده. بصوا بس كده نعمل بيه اشكال بقى عشان كده بقول لك ايه شبه البسكوت شبه البيتي فور ومحشي جاهز ومش اي حاجه. ده حلو جدا جدا للعيد للي مش عايز يعمل حاجه او اللي عامل وعايز يزود يعني مش مشكله. كده طبعا انا بغسل بس الوسط دي كلها مش هتبان في الطبق خالص يعني كله هي ايه هيسيح على بعضه. نيجي هنا كده من الناحية التانية. الطرد ده حاجة حلوة قوي وسهلة قوي للحفلات لأعياد الميلاد لهدية تاخديها لحد صراحة حلوة جدا او حتى لو يضيف على فجاه كده مش عارف ان حد مجرد عندك زبده وعندك دقيق والسكر الحاجات الاساسيه بتاعت البيت دي موجوده ومربى من الثلاجه خلاص عملت حاجه حلوه كده. وهوريكي بقى اللي انا عاملاه ومقطعاه شكله ايه. ممكن تعمليه في صينيه مستطيله كمان لو انت عايزه بقى يبقى مربعات معاكي اسهل يعني ده هيطلع جوانب الصينيه المدوره دي هتطلع حروف كتير انما لو صينيه مستطيله هتطلع لك مربعات مظبوطه جدا ان شاء الله يعني. كده هي دي صينيه الطرط بتاعتنا وطبعا ما تتخنيش قوي الصوابع دي لان احنا عن ايه هتلاقيها نفشت لو عملتيها تخينه هتلاقي قفلت على بعضها وما بانش الايه وما بانش الحرف بتاعها او بتلاقي المربى مدفوسه جوه احنا عايزين المربى برده تلمع كده وتبان كده. بس خلاص كده وادخلها الفرن على طول لا محتاجه بقى ان انا ادخل واطلع الفرن نص سوا واحط على وشها اي حاجه مثلا زي طريقه الطرط اللي بنحط لها اللوبيا او الفاصوليا وادخلها واطلعها تاني لا دي كلها على بعضها كده وهتطلع ان شاء الله نتيجه هايله جدا.
اهي بصوا كده اهي المنظر ده. هدخلها بقى الفرن دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا مش على درجة ايه، هنزلها كده خالص. كانت الدرجة دي مفتوحة عليها بتاعت الرغيف بتاعنا السخن خالص. انا هجيب لكم اللي عاملاه من شوية اهو. بصوا المنظر ده كده، ادي رول الطرب بتاعنا وادي الطرد. تعملي بقى المكعبات اللي زي ما انت عايزة، وممكن هنا تقللي عن كده المربى كمان. هنقطع بقى ده، اوريكي بس من جوه شكله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقطعها من نص البضايه عشان تبقى باينه. برضو قطع الحرف طبعا. اما كل ما بتبرد قطعيها رفيع زي ما انت عايزه اكتر. كده اهي بالطريقه دي كده. هتيجي تقطعي بقى الرول هتلاقيه ايه، الصفار براها البياض، بره اللحمه فيها الطرب، بتبقى ايه في منتهى الجمال شكلها وطعمها، بس تقيل شويه عشان نيجي للصراحه يعني. هو تقيل تقيل. بس خلصنا حلقتنا النهارده وعملنا مع بعض رول الطرب، عملنا الطرد والعيش البلدي وسلطه البتنجان. يعني يوم النهارده بلدي في بلدي، وربي يعجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. استنوني اخر حلقه في رمضان على خير، والى اللقاء. والغيبة طويلة عالصبر الجميل.